البشره. طب اذا انتقلنا للشعر، احيانا بيقولوا لك زيت الزيتون، انه شو مصداقيه انه الزيوت اللي بنحطها على الشعر؟ طب كيف هي بتنحط؟ احيانا الناس بيحطوها ثلاث ايام بتضل او يومين. زيت جوز الهند كمان بتفيد هاي الامور؟ هي بالنسبه للحالات اللي ضعف بالشعر يعني مو وراثيه، ممكن تستفادين من حمامات ممكن الزيت. هي من الجو العام من